الدولية لحقوق الإنسان. تماشياً مع نداء الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع. كلمة الرفيق سليمان في معكم. كريم تحية الإطارات اللي دعت لهذا الوقفة اللي كتجي في سياق التضامن مع الشعب الفلسطيني مع المقاومة الباسلة. يعني نحن هنا الآن في القصر الكبير نتضامن مع الشعب الفلسطيني، ولكن بخلفية فلسطينية، خلفية التي علمتنا إياها غرفة العمليات المشتركة. لأننا نقف اليوم رجل واحد، إلا أننا في الوقت نفسه يعني ننتقد ونختلف ونرفض وجود المطبعين بيننا، فلا وجود للمطبعين في هذه الوقفة الشريفة. عكس ذلك، أي أن مشكلته ليست مع الدول صنيعة الاستعمار، ولكنها مع الشعوب، وليس كل الشعوب. الشعوب لا تهاب، الشعوب لا تهاب. القضية الفلسطينية إنما ديش ديمقراطية مثل بريطانيا إنما أرادت أن تخرج من الاتحاد الأوروبي وإلى ذلك. في مثل القضايا مستشفى ديالو ويلزم ما فوق العثماني وما الليبي. دمتم للنضال أوفياء وعاشت قضية فلسطين في الراحة. وفلسطين أمانة، ودمنا ودمتم للنضال أوفياء. تابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.